السلام لي زومبيسيوس شخباركم اخباركم لباس عليكم كنتمنى يا ربي يا كريم تكونوا كاملين في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم شخباركم مع رمضان فين وصلتوا كلشي هو هذاك المهم كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي عندكم هو هذاك وتكونوا كتوجدوا واجباتكم الدينيه مزيان فوالا اليوم ان شاء الله فيديو جديده كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم غنتيكم معايا كما العاده نوريكم شويه من كل شيء وصافي فوالا اول حاجه اليوم عندي خصني نبدل الافريشه نورمالمون كنت كنبدل هكا لي هوز دو هوس كوات ولي هوز ديال الخديات اي دي تو هوز دو دغاو وداكشي كنت كنبدلهم كاع الشومبر ديالي وحتى ديال الوليدات في نهار واحد كان كياخذ ليا شويه الوقت وكتبقى قرابة ماشين كتصبن كتصبن بون قلت هاد المره غادي نخالف غادي نولي نهار كنصبن لا شومبر البارغ دو لي ديالي ونهار اخر ديال ديال الاطفال فوالا حيت كيكون بزاف كنبدل كلشي كنصب البلاط كنصب الخديات المهم دونك اول حاجه بديت بها دونك لا شومبر مخمله وكلشي مسحت هاد طابل دو شوفي دغيا كيتغبروا هاد اللون الابيض آه كيت بغيت نظر على اللون الابيض ماشي اللون الابيض المهم كلشي كيتغبر بزاف كيف كنقول لكم دائما قدامي واحد الشونتي واخا دابا بريسك كمل ولكن هكا واخا هكاك باقا الغبره وباقا بغيف المهم مسحتها مزيان ورجعت داكشي اللي فوق منها دابا غادي ندوز باش نخوي ولا نحيد لي هوس ديال الخديات هما الاول غادي نبدا بهم باش ندير لا ماشين تخدم وديك الساعه تربح الوقت أه بالنسبه للحاجات الملونه كنديرها بوحديتها وبيان سور الحاجات البيضاء راه كنديرها بوحديتها كوم سا أه كنحيد عليا داك لو ريسك شي حاجه تطلق بقى هادشي كامل ما تيطلقش ولكن كنحيد داك لو ريسك و فوالا باش هكا ننشرهم ونشوف في نهارهم ون... و فوالا ندخلهم صافي كل مره كنقول شنو غندير شنو غندير بالنسبه لهادي ما تنديرهاش بزاف خغوز وكتعجبني وفريمون زوينه والكاليتي ديالها هي هذيك دائما كتعجبني هذه هذه كتعجبني بزاف سواء الكاليتي ديالها هذه الثمن ديالها كنظن 293 درهم وجبت الهوز ديال الخديات و ديال هانيات وحدين اخرين اللي كيتواتاو معها اللي دائما كنقول لكم كناخذهم من مرجان هما صراحه كانوا بين 10 درهم 99 12 درهم دابا تزادوا فيهم قلت يا ايمان بقيتي كتقولي زوينين زوينين تزادوا فيهم في عموما النصيحه اللي ننصحكم هي كتبقى مساله اذواق كل واحد حر كل واحد يدير اللون اللي بغا ولكن غنصحكم غير واحد النصيحه خذوا كولور اوني لون واحد ملي كتاخذوا لون واحد كيتمشى لكم مع بزاف ديال الحاجات بحال دابا مثلا اللون الابيض كيتمشى لكم تقريبا مع كل شيء خذوا البيج آه البيغ آه الغري مثلا حتى النواغ واخا انا ما كنميلش هكا الالوان اللي كتكون هكا غامقه بحال هذا اللون المهم لون واحد لون واحد كيجي كي مع كل شيء واخا كتبغيو تميلونجيو الالوان ولا تخربقوا مثلا لورونج مع البلو مع مهم الالوان الا كانوا انا بعدا امونافي الالوان الا كانوا زوينين كيجيو مع بعضياتهم واخا يكون خي يكونوا بعاد كيجيو مع بعضياتهم ليسونسيل انهم ما يكونش داك اللون اللي بزاف فوالا هذه هي النصيحه غادي ننصحكم أه... فوالا هنا كنديرهم غادي نقاددهم ونحطهم باش كوم منين نبدل الكوات وكلشي نلقاهم ديجا هما آه واجدين بالنسبه لهذه كيف قلت لكم بغيت كنتمنى ان نلقاها في لون اخر ولا موتيف اخر المهم يكون نفس الثوب لان كنصبنها وكنعاودها بارفو كنصبنها في نهارها وكنعاود نرجعها هي نيت يعني ما تنبدلش ما كنديرش حاجه واحده اخرى حيت كيجيني اللون ديالها خفيف على الشوفه بيسكو لي ميبل كلهم بيضين وداكشي كتجي كتجي لون من الالوان المفضله ديالي يعني الالوان الهادئه وما فيهاش دوك لي موتيف معيقين حتى لي موتيف راه كاينين يعني ماشي دي موتيف اللي هما معيقين بزاف فوالا بما انني بدلت الخديات دابا كاملين وجبت الوز دو غادي نحيد هذه غادي نحيدها هي وغادي نخويها بعدا من نزول لاكوات بالنسبه لاكوات هي خديزه من ايكايا سخونه بزاف وخفيفه اهم حاجه خفيفه ما تعجبنيش انا الغطيه اللي كيكونوا ثقال بزاف هذه سخونه بزاف كيف كتشوفوها خفيفه خفيفه ما عقلتش على تمن ديالها ولكن كنت خديت فوق خديتها في, في اللقيطه ديال التخفيضات وحتى الاطفال ديالي عندهم حتى هي خفيفه بزاف تقدروا تجمعوها ولا تحطوها في اي بلاصه المهم نصيحه اللي نبغي ننصحكم هنا غنحيد حتى هذا وغادي ندير واحد اخر هكا باش باش كل شيء يتبدل وباش هكا تكون ريحه النقا في كل شيء نصيحه وحيده اللي نبغي ننصحكم هي ما تبقاوش تاخذوا لي كوات الا إيه تشهيتوا مثلا انكم تبدلو ولا شي حاجه خذوا وز دو كوات كون عندكم كوات وحده وتبقاو تبدلوا ليها الاغلفه ديالها الغشيان ديالها كون ما كتبقاوش واحلين في الكويت كود بحال دابا انا اللي كنقول لكم هذه النصيحه درت واحد الخطا مشيت لاسواق سلام عجبوني بزاف بزاف واحد لي هما سخان صراحه سخان وزوينين ولكن كتقبط واحد المساحه كبيره في الاخر ماعجبنيش اللون ديالها ما عمري ما حطيتها حتى لفوق كنجمعها كنطويها كنتغطى بها مثلا في الليل ملي ملي كان البرد بزاف اما اللون ديالها بصراحه مع هزيتها كانت اونبالي ما ما معجباتنيش عجبتنيش فوالا والثمن ديالها شي 400 شي حاجه كون خديت بها نأخذ بها وز دو كويت اللي تكون مزيانة بالنسبة لهذا اللي كنت وريتكم في الفيديو السابقة اللي خديتها من بيم عاود خديت واحدة أخرى قلت غادي نحط فيها آه لي بارفان ديالي اللي كندير بشكل آه، ما عرفتش كيفاش نقول كنديرهم ديما آه، لي بارفان أخرين خليتهم في لي بواط آه وهادو غادي ندير ديولي وديال راجلي اللي كنستعملو بشكل آه دائما دائما كاين شي وحدين اخرين اللي كنديرهم غير مثلا في المناسبات ولا كنديرهم غارمون فوالا هادشي اللي بغيت نوريكم هادو اللي كيتستعملوا بشكل يومي وصافي غادي نحطهم هنايا جا الشكل ديالهم زوين وحتى هي الثمن ديالها صراحه مناسب كنظن شي 45 درهم كاينين غير في في الدوغي ما كاينينش كاين غير في لارجونتي بلوتو ما كاينينش في الدوغي وفيها الميغوار يمكنكم تحطوها حتى ديروا فيها لي غاتو ولا اي حاجه بغيتو كيجي الشكل ديالها زوين حتى الثمن ديالها مناسب بالنسبه لكاليتي فعادي عادية بالنسبه لهاد شونس شانيل هلكاتني بنتي كديرها لي كديرها لي وضروري ايمان ملي تكون كتجمع خصها طيح خصها تهرس الحمد لله ما تهرس حتى شي حاجه شونس شانيل حتى كنبغي بنتي تخرج لها كل وكنشمها فيها كتخبعها وكديرها يلا كاين شي واحد كيمشي للمدرسه داير شونس شانيل وهذا غنوريكم الشكل ديال العشاب ملي جمعتها وقعدتها وصوبتها فوالا هذا كحاجه مختلفه باش تبان انا كنبغي دائما غير داكشي اللي عندي نبدل البلاصه ما كنقدرش نحط كل حاجه تبقى دائما في نفس البلاصه ديالها كتجيني كتجمع لي بزاف ديال الطاقه السلبيه بزاف 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 لذلك كنحاول انني ننوع كل مره الحاجه نهزها من هذا القنت نحطها في قنت الاخر وهي ماشيه بالنسبه لهوز دوكويت كيف كتشوفوا حطيت عليها هاد البلاد ولا هاد الغطاء اللي سوداء علاش لان هي لونها ديالها بسيط بغيت نخرج داك اللون اللون ديالها وحطيت هاد الخديديات الصغيوري اللي اونوا وداك الخديديه في الوسط في الزرق وهذه حليتها بالنسبه لهذه راه لا سوسبونسيون راه بسهوله وهنا دخلت باش نهوي لا ديال لي زونفون بزاف منكم شكرا ليكم بزاف بزاف منكم كتقولوا لي كيعجبنا بزاف لا شومبر ديال لي زونفون ديالكم ديال كنقول لك ميرسي ما كنقول لكم ميرسي بوكو صراحه عاديه زعما ما فيهاش شي حاجه هي شومبر صغيره ولكن بالنسبه للاطفال ديالي ما كيجلسوا ديما في لو سالون كيستعملوها كدورطوار وصافي كينعسوا فيها وصافي يعني غير فاش كيدخلوا يجلسوا فيها وداكشي الشيء المهم كيبقاو هما دائما انا كنبغيهم يبقاو نيت في لو سالون يبقاو حدايا بقى حاديهم نعرفهم شنو كيديروا ماشي بقاو مخبين في لا ديالهم ما عرفتوش كيديروا المهم عندي <applause> عندي هاد الافكار وإحنا شي ساعه وانا كنجمع فيها قعدت لهم الكتب كان كلشي مرون لي تيغوا عامرين بالورق البويض كيرسموا فيهم مسحت كلشي بلانجات مع كيطبعوا بليديدات ديالهم وهاد ال... هاد ال... سميتو هاد اللي كيطلعهم للي الاخرى كيبقاو يطلعوا فيه بزاف كيوسخو المهم نقيت كلشي آه سست هاد لو طابي قديتها آه هادشي كامل فوالا كنبدل لهم تا هما الخديديات كنبدل كل مره تنصب لهم وهذه لا كومود ماشي لا كومود طابل دو شوفي ديال ديال البنيته قدك حتى هي كتحط الماكياج والتخربيق ديالها اللي اصلا ما تديروش فين ما كتبان شي حاجه عندي كتهزها كتجي كتحطها هنايا وفوالا بالنسبه لهاد الديناصورات ديالو حطيتهم كاملين هنايا باش اللي تخ... حل الباب يتخلع مزيان فوالا بالنسبه لهاد لي ديناصور كيف كنقول لكم دائما كل مره منين كنشريهم مرجان اسواق السلام لا غراند ريكري كل مره منين هنا جمعت له الطوموبيلات ديالو فهادي بالنسبه لهاد البنات هادي موبل تي في كتباع في ايكيا ب 120 درهم كتنفع 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 بزاف تقدروا تحطوها في لونطري ديال ديال الدار تحطو فيها مثلا الصبابط ديالكم اللي كتلبسوا بشكل ماشي تحطوا صبب تحطوا فيها لي بونطو فاش منين تدخلوا تبدلوا مثلا الصبابط ديالكم متعدده دي الاستعمالات تحطو فيها اكواريوم تحطو فيها ديكورات ما كتقبلش مساحه كبيره وكتنفع خصوصا في لاشوم دو زونفو كتنفع ديروا فيها كدي بوكس وتبقاو تحطوا فيه تجمعو دوك لي لي جوي الرقاق آه داك الخربيقات لي كيكونوا هكا رقيقين لي الوليدات كيربحوهم اما في كينداغ ولا تاخذهم من ماكدو ولا المهم هنا ما ما وريتكم لا من هاد لو كوتي نجي نوريكم كاين فيها دو بلاكار واحد آه كندير فيه الغطيان ولا المنطاط آه وهاد الثاني اللي كنوريكم صبي هذا كندير فيه الحوايج ديال الوليد لان البنيته في المبل ديالها عندها بلاكاغ ديالها صافي <hesitation> عندو شي دو ولا طخوا زيتاجيغ الحويجات ديال الشتا ديالو متنعزلهمش، ديال الشتا كنديرهم في لي زيتاجيغ الفوق ولتحتينين كندير دوك الحوايج لي كيلبسهم دابا حاليا، لا قدكم ديال الشتا، يعني ديال الموسم الآخر كنديرهم الفوق، والموسم لي كنكونو فيه كنديرو مكان لتحت باش كيلبسهم، وصافي، سينون بوغ لا سيسبونسيون خديت عندهم هادي، دابا شي دو زون هي عندهم، صراحة حتى الكاليتي ديالها مزيانة، خديتها من إيكايا تاهي، والثمن ديالها جد جد بسيط هاد لا بيلوشه ديالي اللي كانت عندي في دارنا قبل ما نتزوج وجبتها حطيتها لهم هنا في رد التعليم تحط هنايا باسكو كنبغيها تبقى معايا فوالا وهادو لي جوي ديالهم كيف قلت لكم قادتهم وصوبتهم ولكن انا متاكده راه داكشي غيجي يدير ف كلشي غادي يمشي انا حطيت لهم سبونج بوب ديالهم اللي كيعجبهم كيحمقوا عليه كيقيلوا يتفرجوا فيه ويضحكوا كيجي بداكشي بيزاغ لي فيه كيقيلوا كيضحكوا يمكنش تكون العافيه في, في, في البحر ما كيعجبهم يتفرجوا فيه وهنا جيت باش باش ندير باش ندير الحويج اي تصبنو فوالا هنا درت غير الحويج الكحل عموما انا حويج ديال الاطفال ديالي كنعزلهم بوحديتهم دي ما كنديرش حويج الاطفال مع الحويج ديالنا ما عرفتش علاش هكاك <applause> كندير بوحديتهم عندهم بزاف الحاجات اليوم اللي كانوا كحل فوالا جمعتهم هنا ودرتهم بالنسبه كندير هذاكم ادوسيسون صراحه ما كي ما كي... كيبدل كي كيرطب التيسي ولا كيدير شي حاجه فقط الريحه كتكون مزيانه و سينو بالنسبه للبرودوي انا كنستعمل دائما اغيال داوني جربت المعجبونيش ديال بيم صراحه ما نهائيا ما عقلتش الاسماء ديالهم قلا ا بي سي والاخرين واللي كتكون فيه ديما بروموسيون فيه 12 كيلو هذاك ما مقدرش نستعملو كيبهد الحوايج بزاف وكي كيخرجوا في شكل بون معجبونيش جيت هنا كنعصر الليمون عصرت هنا بالزايد باش اللي اليوم وما غاديش دابا بالنسبه للاطفال ديالي ما تنعطيهمش جو دورونج اللي كيكون هكا 100% كنزيدهم شويه ديال الماء هكا على قبل المعده ديالهم لانهم بقين صغار فوالا هنا عصرت الكميه الكافيه الحمد لله مؤخرا ماشي مؤخرا دابا في البيريود <applause> كاين بزاف البرتقال كيعجبني كيعجبنا نشربوه لان حلو ما كنزيدو فيه بيان سور لا سكر لا والو عموما انا ل... شويه سقيا إيمان عموما العصيرات ما تنزيدش فيهم ديال الحليب ولا اي حاجه ما كنزيدش فيهم نهائيا السكر هنا جيت باش نصوب لا سوب ديال لي لونتي كوغاي ما عنديش ما درتش الحريره ما بقاتي حتى شي سوب نورمالمون كنت باغي ندير ديال الشوفان ولكن اكتشفت انه ما عنديش آه، فوالا قلت اش غندير وما عنديش شنو سميتها آه، تنتفكر نقول لكم قلت غادي ندير من عندي خضيره وداكشي ندير هادي باش نيت ناكلو الخضر واخا كندير سلطات وداكشي كيعجبني انني ناخد ان سوبلي فيها لي ليغوم انا جديت درت شويه ديال زيت البلديه ديتها وجبتها مع واحد الطريز ديال الثومه وهنا خديت الخضر خديت بطاطا وحده جوج حبات من القرع الاخضر مطيشه وحده حيت لها بيان سور الزريعه ولا بو وخديت جوج خيزويات اللي كانوا عندي غير صغار صافي هادشي اللي كاين نورمال ممكن ندير فيها البوتيغ ولكن هاد المره ما كانش عندي القرار الاحمر صافي كتافي صغير بهذا الشيء اللي عندي دائما ملي كنكون كنطيب كندير ما كنتقيد حتى شي حاجه كندير بالنسبه للوصفات كندير داكشي دي اللي قالي راسي انا بالنسبه للتوابل غندير فقط الملحه البزار الملحه البزار بالنسبه للثوم انا درت ثوم عادي يعني ما غاديش الثوم اليابس غندير شويه ديال الفلفل حمرا وصافي بالمهنة ما هنا تشحروا لي واحد شويه غادي ناخذ هاد الواحد الكونتي تخديت نص كاس تقريبا نص كاس ديال العنبه غادي نغسلو بالنسبه للونتي كوغيك راه كيطيب بسرعه فائقه لو غو ديالو كيجي رائع حتى الوليدات ما تاكلوش الخضر ما تيردوش البال الاطفال ما تعرفوش واش كاين الخضر ولا لا لان كلشي كيتسطحن فوالا هنا غادي نضيفو وغادي ندير نزيد عليه المغليان. غليان نعاد كدير ايمان التوابل بشويه عليها عموما كيف قلت انا ما كنديرش في الفطور داكشي كتير بزاف كندير داكشي اللي كناكلوه لا اقل ولا اكثر ما تنكثرش عليا كيف قلت لكم انا في هذا رمضان ناقصه بزاف من الماكله والسكريات ما تاخذهاش بصفه نهائيه ما كناخذش السكريات وبالنسبه لي فخوي حتى هو ما كنكثرش منهم كناخذ ماكسيموم واحد جوج حبات في النهار ماكسيموم صافي سورتو انا عندي واحد تريتمون لان ضرني يدي كناخذ واحد تريتمون يعني في الليل كنحاول ناخذ غير شويه ديال الفواكه وصافي احنا جيت باش نصوب معكم ولا نوريكم كيفاش تصوبوا ديفيزور ديفيزور اللي كيجي زوين وريحه ديالو رائعه على حسب لو على حسب الذوق ديالكم و... ورخيص بالنسبه لان الديفيزور اللي عندي انا غنوريه لكم دابا خديته ب 120 درهم شكلا زوين وي ولكن ريحه ديالو ما زويناش فوالا هنا بالنسبه لشنو غتحتاجو تحتاجوا زيت المائده زيت جونسون الى عندكم وغتحتاجوا زيت الاساس ديال الحاجه اللي كتعجبكم بالنسبه لي, لي انا كتعجبني زيت ديال الخزامه ولا البرتقال ولا ولا سيترون سينو هنا خديت الغومارا ما لقيتش ديال لافوند كيجيني الغومارين قريب للافوند مي كنقول بزاف الناس كيضحكوا عليا لان لا علاقه بالنسبه ريحتو يجبني ريحتو مشي مشي ديال الغومار البنات ريحته مجهده انا كيعجبني ولكن ريحته مجهده بزاف ماشي ماشي ما غاديش يعجب بزاف الناس فوالا وغادي نحتاجو فوالا هاد الديفيزور ديالي اللي وريتو وريتو لكم وغادي نحتاجو ايضا عويدات ديال البغوشات عويدات دي البغوشات العادي اللي كيتباعوا في اي بلاصه غادي نحتاجهم اللي غنديرو هما هاد العويدات اللي كتشوفوا هنايا يعني. كتجي ساهله هي من الاحسن تاخذوا شي حاجه اللي قصيره انا هذا بغيت نديرو لا سال دو بان خديت هذه هذه كانت شريتها مرجان شي 10 دراهم كانت عند الغطايه ديالها وفيها لاباي هكا الوليدات كيشربوا فيها العصير انا ما بقيتش كنستعملها وبغيت فوالا نوريكم الشكل بغيت نصوب هذه ديفيزا بحال هكا هي من الاحسن كل ما كانوا القريعات صغار انا نحاول نخلي لكم واحد التصويره هنا كنت البارح كنقلب بنيت في السيت ديال ايكيا وبان واحد الفيزان صغير ماشي فيزان هما واحد شي حاجات كتحطوا ديكور صغيورين بحال هادو كيجيو فيهم احسن من هذا اللي بغيت غير هذا اللي بغيت اللي لي درت انا باغا به بالدوغي راه دابا فاش كندير المونتاج ديجا صوبته آه غادي نديرو بالدوغي داكشي علاش ونوري لكم ان شاء الله من بعد انا غادي ناخذ القياس اللي بغيت عموما هادو ديال اللي كتعرفو. لي بغوشات كيف كتعرفوا كاينه واحد كتكون آه اللي كنتسكو بها والجهه الاخرى كتكون عاديه دونك هنا غادي نحاولوا ناخذ القياس اللي بغينا وغادي نقطعهم بالمقص بطريقه عاديه غير هما ردوا البال ما يكونش حداكم وليدات صغار يعني آه شي واحد جالس حداكم لان ملي كنقطع بالمقص هذا كيطير دونك فيت اتونسيون لاقدر قدر الله تجيبوا لشي واحد في فشي في, في بلاصه وصافي فوالا هنا قطعتهم وغادي نقطعهم بشكل متساوي كل ما كنقطع وحده كنجيب وحده الثانيه وكنقطعها باش كل ما يجيو مقاددين دونك آه يجو مصوبين بشكل اللي هو مزيان فوالا انا غنبدا نقطع بوحيده بوحيده حتى نوصلوا في ما بغينا آآ عموما اللي كيبيعوا المواد اللي كيبيعوا لا اللي كيبيعوا الماعن كيكونوا عندهم هذوك الفيزات اللي غنهضر عليكم صغيوره اللي يجوا بهم لي دي ديفيزور زوينين بالنسبه لهادي هذه سبراي باش كنصبغوا هذه بالدوري خديتها من عند ثمانية الثمن ديالها 18 درهم عموما هادو الثمن ديالهم 15 و18 درهم خديتها في الدوري ديجا كنت بومبيت بها واحد الديناصور ديال ولدي جات رائعه كيف كنشوف في الانستغرام بزاف دابا الموضه الحيوانات ديناصور بحال عندي انا غينوسيغوس تفاحه المهم هذا الشيء كامل خذوا دوك الحيوانات اللي كيكون عند وليداتكم راه كيتباعوا بكيه كتباع بارتو بارتو كاينين حتى في الفراشات ساشي كتباع مع 18 درهم ولا 13 درهم فيها بزاف الحيوانات كي وليداتكم بقاو كيلعبوا بهم شرو هاد الصباغه وبومبيهم وحطهم ديكور كتجي هي هذه المهم انا درت شويه زيت المائده ودرت شويه ديال زيت جنسن. أه هنايا وغادي نضيف قطرات ديال الغماغة مرة اخرى ان شاء الله منين ناخد هادوك لي تروك لي قلت لكم صغيورين اللي, اللي, اللي كيجيو فيهم لي ديفيزور حسن نوريهم لكم عاوتاني نوريهم لكم باش تعرفوني اكزاكتومون علاش كنهضر انا غادي ندير غير دو ولا تخوا كوت لان الريحه ديالو عموما زيت الاساس كتكون ريحة ديالو مجهده بزاف فوالا صافي حنا وجدناه وغادي نحطو هذا شنو الراي ديالكم حسن من 120 درهم على والو كيتصوب في الدار بطريقه عاديه انا كانت ما بقاش الكاميرا كتقلط مزيان كيتصوب هنا بطريقه سهله وبسيطه وابدع انا ديرو داكشي اللي بغيتو عموما لا ديفيزا وني تفقوا الصباح قلبوهم لان كيكون داك الخشب كيشرب كي داك ال... كيشرب كي داك الزيت والريحه ملي كنقلبهم ديك الريحه كتولي كتعطي اكثر فهاد الطريقه بون انا غير كنقول بالنسبه لهكا الناس اللي ما عمرهم ما اما اللي عندهم راه تيعرفوا كيفاش يستعملوهم وصافي فوالا كيجي هاد الشكل هادي ب 120 درهم والاخرى ب 0 درهم قولوا لي الراي ديالكم ولا عندكم شي افكار واحده اخرى عاوتاني قولوهم لي فوالا هذا هنايا بما ان عنده ديك العويدات كحل زدت عليهم هاد العويدات هكا بويض باش يجي الشكل ديالهم آه يجي الشكل ديالهم مختلف فوالا هذا ما كان وغادي نحطو هنا باش نوريكم الشكل ديالو حتى هو كيفاش كيجي ولوتر كيفاش كيجي كنتمنى ان الفكره ديال اليوم الاعجاب ديالكم وجربوها في الدار بالنسبه للسيدات اللي ما يجربوهم في الدار وانا متاكده انهم غيعجبهم غيرجعوا مدمنات عليهم بالنسبه للديفيزور الاخر كيف قلت لكم ريحته ما انا درت فيه الزيت ديال الزهر الفلوغ دو رونجي كنشريو القريعات هكا كنجيبو معنا بزاف من فاس عجبني انا نديرهم هكا في يدي درتهم في هاد الديفيزور ولات كتعطي واحد الريحه ديال الزهر كدوزو من الصالون ريحه الزهر عاطيه غزاله بالنسبه للأسوب انا طحنتها وهي هكا ملي كتجي مطحونه طحنتها في الميكسور فاش ضفت عليها الماء هذا هو الشكل ديالها ومن بعد غادي نبارطاجي معكم الطبيله ديالي كيفاش كتجي طبيله الفطور عاديه فوالا هنا لا سوب دينا الدراري الماكلو جبنا معنا الماكله المهم حطيت مسمن جبنا لي نويغاي وداكشي وسلقت البيض ومهم هذا الشيء العادي داكشي اللي عندنا جبت معايا بيك تيستي وفوالا هذا هو الفطور ديالنا جيسبر دو تو مون ان الفيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم تكون دوزتو معايا وقيته زوينه استفدتو شفتوا شي حاجه اللي مختلفه ولا او موان دوزتو واحد الوقيته زوينه كانت معكم إيمان لا مامون امبيسيوز أه خليتكم في الله ورمضان مبارك سعيد مره واحده اخرى وكنتمنى انكم تكونوا كتاديو الواجبات, الواجبات الدينيه ديالكم على احسن وجه تشاو تشاو اغوار